يه من اغبى ما سمعت في الخيل او عالم الخيل ان يقال لك مثلا فرضا كمثال حصان هادي سهل طبيعي يسوي الشيء ذا او ما راح يسوي الشيء ذا الى اخره، ثم اذا سويت المطلوب وخليك مدرب هو لفتره معك. طب بما ان لفتره معي وهذا السبب اللي خلاه يسوي الشيء اللي طلبت منه يسويه او اللي انا طلبت منه يسويه، ما هذا شيء صح. اذا كان سلوك خطا حصاني خرب معك، فكل ما طول الحصان معك زاد خرب ما زان. اذا كان شغلك صح الحصان طول معك معناته كل ما خدت فترك مع الحصان زان ما شان. اذا لما يقال الحصان سوى اصوات الفلاني انه مدرب لفتره معك، اذا هذا اثبات ان شغلك صح. لو شغلك خطا واستمر معك الحصان فتره خرب ما زان، فيدلك ان الشخص جاهل جهل متقع مره في الحضيض او متجاهل وليس صادق فيما يقول او يكابر. خلينا نقول ببساطه الحصان اذا قيل ان ما فعله سبب ان معك له فتره هذا اثبات قطعي ان شغلك صحيح. لان الحصان لما يكون معك فتره وشغلك خطا يخرب اكثر من خيل اخرى وليس العكس. اذا شغلي خطا وحصان ده له اسبوع بيكون خربان شوي، اذا شغلي خطا وحصان ده له معي سنه بيكون شغله بيكون اخطاء مره كثيره لان الخطا بيزيد. ذاك العكس، اذا كان شغلي زين ادائي مع حصان باسبوع بيكون زين، ادائي مع حصان بعد سنه بيكون ازين. اذا كل ما طول الحصان معك زياده يبين الشيء اللي له علاقه بركوبك، ركوبك شين شان زياده، ركوبك زين زان زياده. فلما يقال ما راح يسوي كذا ثم لما سوى قيل انه مدرب، هذا مربط الفرس، هذا المغزى انه مدرب زين بطريقه ركوب صحيحه ففعل ما اردت ان افعله. اذا بما ان سبب ما فعله هو تدريبي له اذا شغلي صح وليس خطأ.